السلام عليكم، حياكم الله جميعا. اليوم بإذن الله راح نتكلم على Introduction to HAI Surveillance، مقدمة بسيطة عن برنامج الترصد للعدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية. Objective للمحاضرة، احنا راح ناخذ Overview عن Health Surveillance، راح نتكلم عن Important of HAI Surveillance أو أهميته على المنظومة الصحية. راح نتكلم على HAI Surveillance Definition أو تعريف الخاص ببرنامج الترصد للعدوى المرتبطة بالمنشآت الصحية. راح نتكلم على Essential Key Terms in Surveillance وأهم المصطلحات في Surveillance اللي لازم نكون مطلعين عليها وفاهمينها بحيث نقدر نطبق أو نقدر نعمل Surveillance على مستوى المنشآت الصحية. راح نتكلم على الـ Important of Organisms Associated with HAI. Surveillance طبعا هو عبارة عن Systematical Method of Ongoing Collecting. أول شيء يكون عبارة عن مستمر جمع للداتا، يعني ما نجمع الداتا الآن اليوم ونوقف بكرة، فهو ongoing collecting للداتا بطريقة موحدة and analyzing. بعد ما نجمعها أكيد راح نسوي لها analyzing ونشوف وين ال problem وين موجود. For data concerning and distribution and determines of given disease، يعني الأشياء محددة. فدائما السيرفيلنس تكون أنت محدد إيش اللي بتسوي للسيرفيلنس، مثلا كلابسي، كاوتي، في إي، إس إس آي، دياليسيس، فهي تتحد يعني تكون محددة. فولو باي ديسيمينيشن أوف إنفورميشن، لو قلنا إنه إحنا جمعنا الداتا سوينا لها أنالايز بس إحنا في النهاية ما شاركناها مع الناس اللي they can improve the outcome أو الانفكشن ريت. فمهم جدا انه بعد ما نجمع ونحلل انه احنا نشاركها مع الليدرز في الهوسبيتال، نشاركها مع الاي سي يو بما انه احنا نسوي سيرفيس للاي سي يو، مع النيرسينج ديبارتمنت، مع السبلاي ديبارتمنت انه اذا كان هي ريتد تو يعني نقص في السبلاي. فمهم جدا انه ما نوقف على فقط انالايز، وشفناها يمكن في بعض المستشفيات يتعبون يسوون سيرفيلنس وانالايزنج وكل شيء، بس للاسف الداتا حقتهم يمكن نهايه الشهر يرسلونها بالايميلات بدون ما يتابعون مع الدايركتور في هوسبيتال، بدون ما يتابعون مع الاشخاص المعنيين تو امبروف ذا اوتكم. اذا انت جلست في مكتبك ما سويت اكتف ورحت وجيت، اكيد في النهايه ما راح يكون في اي امبروفمنت للاوتكم. طبعا هنا لما نتكلم بشكل يعني ناخذها بشكل مبسط، زي ما قلنا collection، نجمع للداتا، نحللها، نوزعها على الاشخاص، نسوي الامبروفمنت بروجكت. مهم جدا ان التسلسل هذا تكون مهمه، والاهم في النهايه ان يكون في امبروفمنت للاوتكم. يعني ايش الفائده ان انا قاعد اسوي سيرفيلنس وكل شيء ارصد كل شيء ولا يصير عندي اوتكم؟ بعطيكم مثال بسيط. تخيل ان الكاميرات اللي موجودة في الشوارع قاعدة ترصد الناس بس ما قاعدة تنزل عليهم مخالفات، فما سويت امبروفمنت، راح احسن الوضع. فمجرد انه صور لك بتنزل لك مخالف، فهنا صارت في ايش امبروفمنت للاوتكم. الناس ايش بتحسن من سرعتها، بتخاف انه ترتكب المخالف الجاي المرة الجاية، فهذا المقصود. فنفسنا في السيرفيلنس على مستوى النظام الصحي، احنا تخيل انك انت قاعد تجمع الداتا وترصد الناس والمشاكل الموجودة في الاي سي يو مثلا، وفي النهاية ما تسوي اي امبروفمنت بروجكت، ما تسوي اي امبروفمنت للاوتكم الموجودة، كانك ما سويت شيء. فمهم انه ننهيها بالكنترول ديزيز اند امبروف الهيلث. طيب هنا نتكلم على وش الفرق بين السيرفيلنس والكلينيكال ديفينيشن. زي ما احنا عارفين السيرفيلنس ديفينيشن مختلف، نفس الموجود في CDC ونشس ان كيس ديفينيشن.
هي ما تكون مبنية على clinical judgment، فتختلف نوعا ما. فراح نتكلم بإذن الله عن الفروقات بين clinical criteria و surveillance criteria. فمهم إنه نعرف الفرق بينهم. طيب، تكلمنا عن clinical و surveillance criteria. فاحنا لما نتكلم عن الكلينيكال نتكلم عن الـ aim to provide diagnosis and treatment for cared patient. طبعا اكيد عارفين انه الكلينيكال هو احنا قاعدين نشخص الحالة عشان نعالجها من المشكلة او المرض الموجود. الـ surveillance criteria مختلف، هي aim to provide trend for risk assessment and prevention and policy change. فهي مختلفة جدا عن الـ clinical treatment. طبعا الـ main focus، طبعا الـ clinical هي focus on individual patient، يعني كل patient يعني نطبق عليها الـ criteria. فلما نتكلم على الـ surveillance criteria لا، هي focus on patient population. ايش فرق، وش الفرق؟ انه population كامل احنا نسوي surveillance لمنطقة معينة، فاحنا نحسب الريت على المنطقة كاملة، ما نحسبها يعني بير بيشنت، لا هي بير البوبوليشن الموجود. طبعا allowance for clinical judgment، زي ما احنا عارفين clinical judgment is important في الكلينيكال. في surveillance no clinical judgment is absent or قليلة، وانا اشوف انها more absent، يعني ما في اي clinical judgment تقرر لي انه is it infection or not. فهذه الفروقات بين clinical criteria مع surveillance criteria. طيب خلونا نتكلم على ال important of HCI surveillance، ما هي أهمية برنامج الترصد العدوى مرتبطة بالمنشآت الصحية. نتكلم to measure the incidence risk طبعا and preference البردن اوف اتش اي اند اورجازم، لازم نقوسها. فهي من اهم الاشياء او من اهم اهميه الاشياء سيرفيلنس. طبعا نتكلم على الريدوسنج الهيلث سوجيت انفكشن، فلما يكون عندي سيرفيلنس فانا اقدر اسوي امبروفمنت بروجكت تو ريدوس الاتش اي. اذا ما كان عندي سيرفيلنس انا ما راح ادري اصلا عندي هاي ريت، وانه راح يعني اضطر انه استخدم يوزنج الستاندرد باندل to improve the treatment care للpatient to improve the infection rate. طبعا نتكلم to detect and investigate and control hospital cluster or outbreak HCI. طبعا من مهم جدا او من اهميات السيرفيلنس دائما اقولها، لما يكون عندي برنامج سيرفيلنس قوي جدا راح اقدر اكتشف الاوتبريك from the beginning، وراح اقدر stop الاوتبريك before it expand. فاحنا مهم جدا ان يكون عندنا اكتف سيرفيلنس بروجرام بحيث انه وي كان كاتش ان اوت بريك قبل لا يتفشى وينتقل الى ليفل اي ولا بي. طبعا نتكلم على الاندميك ريت اوف اتش اي، من الاشياء المهمه اللي لازم تكون موجوده عندنا بحيث اننا نعرف مدى خطوره الانفكشن الموجود وكيف نشتغل على تحسينه او نعمل على تحسينه. To monitor and evaluate and implement necessary preventive measures. احنا كيف نقول والله this measures هل هي يعني كويسة للبريفنشن ولا لا؟ بالسيرفيلنس، يعني انت let's say انه انت قلت اليوم انا ابغى اسوي مثلا ابغى البس كل الجميع جاون وماسك وبسوي لهم هاند هيج، يعني بسوي بريفنشن ميجر جديدة بس بشوف هل هي بتقلل الانفكشن ولا لا. فكيف انه انا اي كان ميجر ذس بريفنشن باي سيرفيلنس؟ انا راح اشوف الشهر هذا اللي طبقت فيه مثلا رول معين او شيء معين وقارنه بالشهر اللي قبل واشوف هل في امبروفمنت ولا لا. في امبروفمنت يس، واحسبها مع الكوست. يعني تيجي تقول لي بلبس الناس كلهم ماسك وقاون ومدري ايش وهاند هيجين، وفي النهايه اصلا الامبروفمنت مثلا وان انفكشن، فهل وان انفكشن الكوست حقها
مع الكوست حق الجان والاشياء هذه كلها، ف you need to measure it in both way. طبعا احنا نتكلم to prevent and control healthcare worker infection and occupational injury. طبعا نحافظ على الهيلثكير وركر من أهمية السيرفيلنس، بحيث إن لما يكون عندي سيرفيلنس وأكتف نعرف إن البيشنت هذا إيش عنده، هذا إيش عنده مشاكل، فات ويل سيف الهيلثكير وركر. وتوم بليمنت البندل مثلا هاند هيجين بي بي، بحيث إنه وي ميك شور يعني نو انفكشن ترانسفير تو ذا هيلثكير وركر. طبعا زي ما احنا عارفين الانتي ميكروبيال ستورشيب وانه مونيتورنج لها، فمهم جدا انه احنا يعني وي امبلمنت السيرفيلنس بروجرام. طبعا تو انالايز الترند اوف اجريجيتد داتا مهم جدا. تو ايفالويت نيو برودكت تو بي يوز، زي ما قلت قبل شيء يمكن للبريفنشن ميجرز. احنا لما يكون عندي برودكت جديد، جاء مثلا شخص قال لي انه this product it can reduce the collapse by 20% 30% يعني الى ما لا حدود مثلا، فهو يقول if I wear this product انا عندي الريت، عندي السيرفيلنس، فلما يكون عندي سيرفيلنس كويس فانا عارف انه والله الريت عندي from 1 to 2 مثلا، فا اوكي خلاص بجرب البرودكت هذا بما ان يعني الاهم انه يكون ابروفت، يعني اوكي ابروفت فاجربه اشوف هل هو بيخفض لي الانفكشن ولا لا. خفض لي الانفكشن اوكي، الكوست حقه مع الريدكشن اوف انفكشن اوكي اتس وورث ات اني اشتريه واجيبه عندي. فالسيرفيلنس مره مهم تو يعني فور ايفالويشن اوف برودكت في الهوسبيتال. طبعا تو انشور اند كومبلاينس وذ الناشونال اند انترناشونال ريجوليشن، تو انشور كومبلاينس وذ اكريديشن ايجنس ريكويرمنت، تو بروفايد داتا اند ستاتيكالي اناليسيس فور ريسيرش اند بابليكيشن. عند مهم جدا انه السيرفيلنس يعني انه احنا نتكلم على الريسيرش والبنش مارك، راح نتكلم باذن الله في السلايد القادم على البنش مارك. طيب احنا نتكلم على ال هاثرون افكت اللي هو ريفير تو بيبل بيجن اوبزيرف، يعني بمعنى خلونا نشرحها بطريقه مبسطه، انه الان لما يكون في جروب اوف بيبل تمام يشتغلون ما هم تحت المراقبة، كيف أداءهم ولما يكون تحت المراقبة، فالاختلاف بينها هذه اسمها هاثرون افكت. فطبيعي افكت أو راح الأمور راح تتحسن لما يكون الشخص يعرف إنه أندر under observation. ف this is the effect. and يعني السلايد اللي بعده راح نشرح ال كيف تحسنت الامور before and after. طبعا هنا نتكلم على efficiency of infection surveillance and control program in preventing HAI. زي ما هو موضح في السلايد يعني we could reduce SSI by 35% when they implement a surveillance program and infection control and the same for UTI we reduce minus 31% and bloodstream infection we reduce 28%. The total reduction overall it was 32%, but this is one of the important of infection control programs and surveillance for reducing HAIs. احنا نتكلم لما نتكلم عن السيرفيلنس على مستوى المملكه، احنا نتكلم على حصن او حصن بلس. يمكن بدانا برنامج السيرفيلنس تقريبا من قبل 2016 كان ورقي، بعد 2016 بدانا الكتروني في حصن العادي، بعدين انتقلنا في 2021 الى حصن بلس ونظام الكتروني موحد يتم فيه متابعة جميع ادخالات المستشفيات والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتم متابعة من قبل الوزارة ومن قبل منسقي المناطق.
بيكون طبعا في شرح مفصل على البرنامج وطريقة الإدخالات راح تاخذونه بإذن الله في الفترة القادمة. بنتكلم على انواع السيرفيلنس. عندنا اكتف سيرفيلنس، بيشنت بيز سيرفيلنس، بروسبكتيف سيرفيلنس، اند تارجت سيرفيلنس، اند يلد ريسك ادجستد انسيدنس ريت. طبعا راح نتكلم عن يعني وين باي وين. تبين نتكلم عن اكتف اند باسيف سيرفيلنس. الاكتف سيرفيلنس بمعناتها هي اكتف، انت قاعد تنزل تروح تشوف الداتا، تاخذ الداتا من ديفرنت ريسورسز. لازم تكون تريند بيرسون، يعني ما يقدر يسوي اكتف سيرفيلنس واحد ما عنده باك جراوند او سيرفيلنس. الباسيف طبعا البيرسون هو دو نوت هاف primary surveillance rule، ما عنده، تمام؟ زي النيرسينج في الديبارتمنت في الاي سي يو ولا في الورد ولا الريسبيرتوري ثيرابيست، و عنده عند كان بي الباسيف. انت تقدر تستخدمها للدومينيتر داتا، يعني تخليهم في بعض المستشفيات دائما يخلون النيرسينج يجمعون لهم الدومينيترز اللي مثل البيشنت دايز، كم بيشنت كل يوم موجود، كم بيشنت على سنتر لاين، كم بيشنت على كاثيتر. فهذه يعني يو كان يوز الباسيف سيرفيلنس فيها فور دومينيترز. طبعا لو قلنا مين هو الباسيف من هو الاكتف، فطبيعي الارنب هو الاكتف والسلحفاه هي الباسيف سيرفيلنس. الاكتف هو اللي قاعد ينزل يروح عشان يحصل على المعلومه، الباسيف توصل المعلومة هو جالس في المكتب. فهذا مثال يعني يقارن بين الاكتف والباسيف سيرفيلنس. طيب احنا نتكلم على بيشنت بيز سيرفيلنس ولا لابوراتوري بيز سيرفيلنس. نتكلم على البيشنت بيز سيرفيلنس، هو عبارة عن تقريبا ال اتش اي الاسوشيتد ويز ديفايسز. نتكلم على ال اس اس اي، طبعا يكون في assist للrisk factor ومونيتورنج للpatient care procedure and practice for adherence to infection control principles and require word round and discussion مع الدكتورز and nursing. طبعا نتكلم على laboratory based surveillance، نتكلم على mainly في الMDR أو detecting MBAs on the finding of laboratory studies of clinical specimen. طبعا هذه صورة بسيطة توضح لنا انه وش الفرق بين patient based واللaboratory based. patient based زي ما قلنا we'll check the patient file، راح نشوف we visit the patient، راح نتأكد من الريسك فاكتور للبيشنت واذا كان عنده اي ساين سيمتومز. في اللاب بيز لا، هي بتكون بناء على يعني اللاب ريزلت، راح نشيك فقط على اللاب ريزلت. نتكلم هنا على البروسبكتيف سيرفيلنس والريتروسبكتيف سيرفيلنس. نتكلم على البروسبكتيف surveillance هو monitoring the patient during their hospitalization، فخلال وقت مكوث المريض في المستشفى. فاحنا نتكلم عن prospective surveillance. طبعا for SSI also monitoring the post discharge period it's من prospective surveillance. لما نتكلم على retrospective surveillance فنتكلم دائما على انه لو بنقول وش الأسهل، فنتكلم على البروسبكتيف سيرفيلنس هو أفضل وأسهل وأقل بايس، فعكس الريتروسبكتيف سيرفيلنس إنه يكون ايدنتيفاي الانفكشن في شارت ريفيو افتر بيشنت ديسشارج، يكون صعب جدا إنك تطبقه. طيب نتكلم على التارجت اند كومبريهنسيف سيرفيلنس. طبعا من اسمها تارجت، فاحنا وي تارجت
يعني مثلا تايب اوف ايفنت وتارجت اريا معينه، زي ما احنا مسوينا الان على مستوى الوزاره، وتارجت الاي سي يوز، وتارجت الكلاب سي والكاوتي والفي اي، وتارجت الاس اس اي، فهذا معنى تارجتد. تمام، نيجي للمعنى الثاني اللي هي كومبريهنسيف، انه انت يو كونتينيو مونيتورينج فور اول بيشنت فور اول ايفنت اند اول اريا، فهذه تحتاج لها مور ريسورسز، وبالغالب ما تكون الكترونيك، يعني تكون مانيوالي اذا انت يو ويل كفر اول اريا. طبعا نتكلم على السيرفيلنس، متى نقول انه افكتيف سيرفيلنس؟ سيرفيلنس would be most effective if the outcome meet the following criteria. يعني بمعنى انه احنا طبعا اكيد ما راح نسوي سيرفيلنس لاي حاجه ما هي هاي بريفرنس ولا انسيدنس، ما راح نسوي سيرفيلنس لشيء ما هي هاي موربيديتي ولا مورتاليتي، نسبه الوفيات فيها تكون عاليه، اذا كانت قليله فالسيرفيلنس حق ما هو effective. اللينج اوف ستي، يعني اذا كان الايفنت اللي انا اسويه ما قاعد يسبب لي لينج اوف ستي في الهوسبيتال فما هو افكتيف سيرفيلنس. هاي تريتمنت كوست، نتكلم عن الكوست والماني وايز حاليا، فاذا كنت انا قاعد اسوي سيرفيلنس الحاجه ما هو كوستف علي ولا على المنظومه الصحيه فما هو افكتيف بالنسبه لي انا ك يعني على مستوى الوزاره. والنهايه والاهم انه بريفنتبل، يعني انت ايش الفائده انك تسوي سيرفيلنس فور سمثينج ات كانت بي بريفنتبل، فانت قاعد تسوي سيرفيلنس ذير از نو امبروفمنت ان ذا اند، فانت يو نيد تو دو سيرفيلنس فور اني ثينج بريفنتبل. جميل، فاحنا قلنا ان هاي بريفرنس اند انسيدنس، هاي مورتاليتي اند موربيديتي، ولونج اوف ستي اوف بيشنت، والهاي كوست والبريفنتبل ايفنت اور بريفنتبل ديزيز، هذا كلها اذا كانت موجوده فلما يصير لها يعني نطبق عليها سيرفيلنس فيكون عندي افكتيف سيرفيلنس. طيب نتكلم على الكي تيرمز، وهذا اهم الاشياء، يعني من اهم الاشياء الموجوده في المحاضره واللي لازم نفهمها 1 باي 1 لانها هي اللي بتمشي معانا في المحاضرات القادمه للكلابس والكاوتي والفي اي والاس اس اي والديرسيس. نتكلم على الانفكشن ويندو تايم بيريد، تمام، نتكلم على الديت اوف ايفنت، ايش يعني الديت اوف ايفنت، متى يقول انها ذس از ذا ديت اوف ايفنت، بريزنت اون ادمشن ولا هيلث اسوشيتد انفكشن، هل هي جايه عندي او حاصله عندي في الهوسبيتال ولا الهيلث كير سيتنج، ولا كانت موجوده عند البيشنت من قبل. ريبيت انفكشن تايم فريم، متى اقول ان الانفكشن هذا ما يحتاج اني اسوي له ريبورتنج اجين لانه موجود معايا في الريبيت تايم فريم. اللوكيشن اوف اتريبيوشن، متى اقول الانفكشن هذا حصل في الديبارتمنت الفلاني ما حصل في الديبارتمنت الثاني. الترانسفير رول، متى نفس الشيء التنقل البيشنت، فكلها من المصطلحات اللي راح ناخذها 1 باي 1 وبإذن الله انكم تفهمونها، ومهم جدا انه نركز فيها ونفهمها كويس بحيث هي بتكون الكي تيرمز لنا في ايتش موديولز. خلونا نقول ما هو تعريف الهيلث اكواير انفكشن. طبعا لو نبي نبسطها هي عدوى حدثت في المنشأة الصحية، نعطي مثل نقول انها ما كانت موجودة عند المريض وقت تنويمه في المنشأة الصحية. طبعا نتكلم على الـ Death of Event اللي هو An infection is considered HAI، متى نقول انه هو HAI؟ If the date of event of NHSN site specific infection criteria occurs on or after the third calendar day، يعني في اليوم الثالث او اللي بعده، تمام، to an inpatient location where the day of admission is calendar day 1. جميل، فهي لازم يكون date of event، تمام، هي يوم
الثالث أو الرابع أو ما بعده، يعني بعد اليوم الثاني من تنويم المريض في المشفى الصحية. أما بالنسبة للبريزنت أون أدميشن، إيش متى نقول إنها جاي أو العدوى ما هي مرتبطة بالمشفى الصحية؟ An infection is considered present on admission if the date of event, okay, occur in the two calendar day before the day of admission. بمعنى أن يعنى في اليوم الأول أو اليوم الثاني. تمام؟ بنشرحها الآن بمثال يوضح لكم إياه. طبعاً عندنا exception SSI. SSI بعد العملية على طول يعتبر أي infection يصير له هو infection. عندنا الـ MDRO هي الـ present on admission day 4، يعني day 1 و 2 و 3 تعتبر في الـ MDRO present on admission، day 4 تعتبر health acquired infection. فلازم نفرق الـ MDRO هي المختلفة في القاعدة هذه. طيب هنا يمكن الجدول يوضح اكثر ايش الفرق بين health acquired infection و present on admission. نتكلم ال hospital day 1 و 2، تمام، هو present on admission. day 3 و 4 و 5 HCI. لو قلنا انها MDRO فبنقول 3 مع present on admission وال 4 وال 5 هي HCI. طيب infection window period هي قاعدة السفن أيام، الـ 7 days period during which all site specific infection criteria must be met. تمام؟ الـ infection window period هي عبارة عن 7 days. date of event هو في الميدل، 3 days before و 3 days after. 3 days before و 3 days after، انه ال date of event هو الميدل دي. طبعا هنا يوضح لك الجدول ال 3 days before و 3 days after. نقول the date of the first positive diagnosis test that used as an element for ال meeting the date of event. طبعا خلونا نشرح the date of event يمكن اكثر. date of event هو first element to meet the criteria. عشان نوضحها يعني أسهل، هي first element to meet the criteria، بمعنى على حسب الكرايتيريا اللي عندي. تمام؟ لو قلنا الكرايتيريا مطلوب إن عندي سانو سيمتومز وبوزيتيف كلتشر، أول واحدة تسبق الثانية هي date of event. طبعا لو قلنا إن الكرايتيريا بس تطلب بوزيتيف كلتشر مثلا، ف فقط بوزيتيف كلتشر متى صارت؟ فهي ديت اوف ايفنت. فبناء على الكرايتيريا ايش الفيرست اليمنت اعطتنا هنت تو ميت الكرايتيريا حقت الانفكشن، فهي ديت اوف ايفنت. فالانفكشن ويند بيرو 3 دايز بيفور و 3 دايز افتر. زي ما قلت قبل شوي ديت اوف ايفنت ايش هو؟ ديت اوف ايفنت هي ديت فيرست اليمنت يوز تو ميت انسايت specific infection criteria occurs for the first time within the 7 day infection window period. طيب احنا قلنا ال date of event used to determine على حسب if an event is HAI or present on admission. راح يعلمنا date of event اذا كانت هي HAI ولا present on admission. راح يعطينا اللوكيشن اوف اتريبيوشن، راح يقول لنا الديفايس اسوشيتد ولا ما هو ديفايس اسوشيتد بناء على كم يوم مركب عليه الديفايس، ودي 1 اوف ذا ريبيت انفكشن تايم فريم. فالديت اوف ايفنت هو دي 1 اوف ذا ريبيت انفكشن تايم فريم. خلونا ناخذ هذا از اكزامبل يوضح لنا الانفكشن ويندو بيريود والديت اوف ايفنت. نقول هنا في المثال يوم الثاني، تمام، من الهوسبيتال دايز.
صار عنده فيفر، بعدين صار عنده يوم 4 يورين كلتشر، تمام؟ فلما نشوف الحالة هذه فاحنا نقول الفيرست إليمنت أو الديت اوف ايفنت هي الفيفر، تمام؟ بعدها صار عندي بوزيتيف كلتشر، فهل هي يو تي اي؟ يس يو تي اي، بس هل هي كاوتي؟ لا. بس هل هي بريزنت ادميشن ولا اتش اي؟ لا، بريزنت ادميشن لانها طلع عندي الفيرست اليمنت في دي 2 وليس دي 3. لو صارت دي 3 فاحنا راح نغير هنا الى هوسبيتال اكواير انفكشن يو تي اي. طبعا هنا ما هو موضح اذا هو على ديفايس او لا، بس انه نتكلم على يو تي اي بريزنت ادميشن. طبعا المثال الثاني لو نشوفه الدي 4 من الادميشن، هوسبيتال ادميشن، صار عنده بوزيتيف كلتشر، تمام، لليورين، بعدها صار عندي فيفر، فالفيرست اليمنت طلع لي اللي هي البوزيتيف كلتشر دي 4، فنتكلم مور ذان 2 دايز، فنتكلم انها اتش اي، فهي يو تي اي اتش اي وديت فين دي 4 والباثوجين ايكولاي. اتمنى انه الاكزامبل يوضح لنا متى نقول اتش اي، متى نقول بريزنت ادميشن، وايش هو الديت اوف ايفنت. طيب نتكلم على الريبيت انفكشن تايم فريم، هو قاعده ال 14 يوم، تمام، دام فيها اعاده فاحفظها بان 14 يوم فهي اعاده، فدائما تكون العدد الايام اكبر، فهي 14 يوم time frame during which no new infection of the same type will be reported. الهدف منها انه احنا ما نسوي reporting the same infection مرتين، فاحنا انت سوي صار عندك infection اليوم، بعد قل 7 ايام 8 ايام 10 ايام 11 يوم صار infection the same microorganism you will not reported، تمام، يعتبر repeat او يعتبر انه within the period ف you will not report it again. طبعا the date of event will be day 1 لل time او repeat infection time frame. Additional pathogens recover from the same type infection during RIT are added to the event. فهي تضاف للإفنت بس ما تسجل as a new event. طبعا هنا مثال يوضح ال RIT. نقول هنا day 1 او day 4 من الهوسبيتال، تمام، طلع عندي positive culture فهو date of event، فهو day 1 من ال RIT، راح احسب 14 يوم. عندي خلال ال 14 يوم طلع عندي في يوم 6 no growth، يوم 9 طلع عندي ستافيلوكوكس اوريس، تمام، الاول كان عندي ايكولاي، يوم 9 طلع عندي ديفرنت مايكرو اورجانزم. فهنا ويل سي يو تي اي اتش اي ديت اوف ان دي 4 باثوجين ايكولاي و ستافيلوكوكس اوريس. طيب نتكلم على secondary bloodstream infection attribution period. إيش معنى secondary bloodstream infection؟ It's a period in which positive blood culture must be collected to be considered as secondary bloodstream infection and primary site infection. This period includes the infection window period combined with the RIT. يعني يصير من 14 إلى 17 يوم. In case of device shed HAI, it's 40 to 70 days in length depending on the date of event. In case of SSI, 17 يوم or 17 days period that include the date of SSI event were 3 days pre and 13 يوم after. طبعا خلونا نشرح لكم ايش هو secondary bloodstream infection. احنا لما يكون عندي positive culture في اليورين، فويطلع لي positive culture في البلود،
the same microorganism for this is secondary. فهي ما هي البلد او الانفكشن الموجود في البلد ما هو برايمري، هو سكندري الانفكشن موجود في اذر سايد في البودي، فيما في اليورين يما في السبيوتومز، فذيس از السكندري بلد ستريم انفكشن. وناخذ مثال الان عليه. طيب احنا هنا نقول دي 1 اللي هي يورين كلتشر، اللي هي دي 4 من الهوسبيتال، فمعناته انه ايش؟ معناته انه اتش اي ويورين، فا اتش ان ذا يورين. طلع لي في البلاد كلتشر ايكولاي ذا سيم مايكرو اورجانيزم، تمام؟ في دي 10 از هوسبيتال ودي 7 من الريبيت تايم فريم. فايش نقول على الايكولاي في البلاد؟ نقول على انها سكندري بلاد ستريم انفكشن ايكولاي. اليو تي اي نسوي ريبورتنج للايكولاي والستافيلو اوريس لانها اتس ديفرنت مايكرو اورجانيزم، فنقول يو تي اي ايكولاي وستافيلو اوريس سكندري بلاد ستريم انفكشن ايكولاي ديت فيفن دي 4. طبعا لما نتكلم عن لوكيشن واتريبيوشن، inpatient location where the patient were assigned on the date of event. احنا عشان نعرف الانفكشن، يعني لو في حاله، يعني هي يعني ترى قليله دائما تصير، بس خلونا ناخذ عليها اكزامبل بعد شوي، انه لو عندي patient كان موجود في ICU 1 ونقل ICU 2 فطلع عنده positive culture، ف يعني نسوي الاتريبيوشن للانفكشن وين؟ هل ICU 1 ولا 2؟ راح نشرحها في المثال في السلايد القادم، بتكون اوضح بكثير من انه نتكلم عنها. طيب نقول if the date of event is on the date of transfer، يعني اليوم الايفنت كان في نفس اليوم اللي انتقل فيه or discharge او طلع من المكان، or the next day يعني اليوم اللي بعده، the infection is attributed to transferring or discharging location، وين مكان آخر شيء موجود، that will be infection attribution له. طب خلونا ناخذ مثال، عندنا يوم 22 كان في ICUA، في 23 كان في ICUA وانتقل ل ICUB، يوم 24 ديت اوف ايفنت فصار عنده او ميتينج الكرايتيريا فصار عندي في اليونت بي، فاتريبيوشن لليوم اللي قبله، تمام؟ فكان في الاكثر وقت وين كان في الاي، لانه كان قبل في الاي، فاتريبيوشن تو اليونت اي. نتكلم على المثال الثاني نفس الشيء، الديتا يعني كان في يونت A بعدين طلع ال A راح ال B راح ال C. طبعا الأمثلة هذه ما تتكرر كثير، بس إنه يعني it's for يعني for example، يعني if it happened، يعني data event كان في C بعدين D، ف attribution لل A لل day before وين أكثر مكان جلس فيه، اللي هو ال A اللي كان موجود فيه من البداية. نتكلم عن الـ Patient Safety Component، ايش المديوز اللي احنا نتابعها ونشتغل عليها على مستوى الوزارة وعلى مستوى المستشفيات. نتكلم عن البروسيجر اسوشيتد مديول اللي هي مرتبطة بالعمليات الجراحية، الـ SSI. نتكلم عن الـ Device اللي هي مرتبطة بالأجهزة الطبية مثل الـ Center Line اللي هي أجهزة القسطرة الدموية. نتكلم عن الـ VAE أجهزة القسطرة او اجهزة التنفس الاصطناعي. نتكلم عن الكاثيتر اجهزة القسطرة البولية، ونتكلم على الدياليسيس افنت اللي هي العدوى المرتبطة بغسيل الكلى، اذرز اللي هي الام دي ار او ومتابعة الام دي ار او. طبعا راح نتكلم على كل مديولز الكلابسي والكاوتي والفي اي واهمها واهميتها وكيف تو ايدنتيفاي الانفكشن، بس حاليا خلونا نقول ما هي العدوى المترصد لها في المشاة الصحية حاليا.
نتكلم في الاي سي يو، نتكلم على الكلابسي والكاوتي والفي اي طبعا، وكمان الام دي ار او، هذه كلها نرصدها في العناية المركزة. كنا نتكلم قبل شيء عن الكلابسي والكاوتي والفي اي، فهي كلها تعتبر device associated modules. It's an infection associated with intensive device use as a part of their care. هو جهاز للمرضى الانتنسيف او الرعاية المكثفة. To treat patient and help them to recover such as central line and mechanical ventilators and urine catheter. This infection are often serious. هي طبيعية اكيد انها serious ويمكن انها تؤدي الى الوفاة. نتكلم على 3. ايش هي كلابسي؟ نقول الكلابسي هي سنتر لاين اسوشيتد بلاد ستريم انفكشن. الكاوتي، وات از كاوتي؟ الكاوتي هي كاثيتر اسوشيتد يورين تراك انفكشن. الفي اي فنتليتر اسوشيتد ايفنت. بالنسبه للبروسيجر ريليتد هيلث كير اسوشيتد انفكشن، فاحنا نتكلم على السيرجيكال سايت انفكشن الاس اس اي. فبناء عليش الهوسبيتال يتم اختيار العمليات الجراحية، وهذه معلومة مرة مهمة ولازم نفهمها. احنا نختار العمليات الجراحية اللي راح نتابعها، لانه بالغالب في عمليات كثيرة تتم في كل المستشفيات، فصعب جدا متابعة each single case or each single surgery في الهوسبيتال. فالجايدلاين نقول each facility choose from 1 to 3 بروسيجر، يعني اختار عملية الى 3 عمليات بناء على ايش؟ الهاي فوليوم اور هاي ريسك. هاي فوليوم اند هاي ريسك، معلومة مهمة انك تعرفها بناء على ايش تختار العملية الجراحية. طيب تقول لي عندك من 1 الى 3، بناء متى اقول انا 1 انف ومتى اقول 3 انف؟ طبعا بناء على المتوسط عدد العمليات الشهرية. فانت لما تجيني تقول لي عدد او متوسط العمليات الشهرية يعني مثلا 30 واقل، فاقول لك should be 3 procedure at least. تجي تقول لي عندي عمليات مثلا توصل الى 300 عمليه 250 عمليه في الشهر، فاقول لك اوكي this is an enough اذا انت you can monitor and follow up only this procedure. فهي تعتبر على high volume high volume high volume or and، هي ما هي or، هي or and high risk. طبعا هنا نتكلم على الدياليسيس او الديفايس اسوشيتد انفكشن، بس ان هناك نتكلم على الان بيشنت، هنا نتكلم على الاوت بيشنت. فنتكلم في دياليسيس سنتر اوف هيموداليسيس بيشنت. الدياليسيس ايفنت از ريليتد تو هيموداليسيس تريتمنت ان اوت بيشنت دياليسيس سنتر. طبعا نبسطها، دياليسيس يمكن راح تاخذون عليه سيشن. فالدياليسيس هو مجرد انه يدخل عند المريض في داي 1 ولا داي 2 من بداية كل شهر، نبدأ نسوي له سيرفيلنس until the end of the month. أي كيس يصير لأي event اللي عنده 3 type of event للدياليسيس لما تكون نسجلها على طول وريبورت as an infection. طبعا هذا الجدول يوضح لنا location by the type of surveillance. زي ما قلنا الكلابسي يتم وين، أو center line associated bloodstream infection في الأدلت، في البيدياتريك، في اليونيتال اي سي يو، في السيرجيكال كمان او سبيشاليتي كير اريا والورد. بس الاوت بيشنت لا، فخلينا نقسمها الديفايسز كلها تكون في الان بيشنت ما هي في الاوت بيشنت. تمام، فنتكلم على الدياليسيس. الدياليسيس ما هي ان بيشنت، فاي دياليسيس ان بيشنت ما نسوي له سيرفيلنس، نسوي له الاوت بيشنت. ال SSI كمان نفس الشيء، نسوي على ال inpatient وال outpatient، يعني إذا كانت يعني نتابعه ف inpatient وال outpatient. ال MDRO all inpatient outpatient and other ward. طيب
نتكلم الآن على type of surveillance data، نتكلم على there are two type of surveillance data، نتكلم على numerator and denominator، نتكلم على لما نبي نحسب الريت، فمين النومينيتر ومين الدنومينيتر. النومينيتر عندنا number of event على ال device days ضرب 1000. لما نبي نحسب utilization ratio، وش هو utilization ratio؟ utilization ratio هو طريقة حسبة استخدام الأجهزة الطبية، كم نسبة استخدامها، هل هي over used في ال ICU ولا أقل. فإحنا لما نحسبها في بناء على device days على patient days، وتطلع لنا الرقم نضربه في 100 يطلع لنا البرسنتج. لو نبي ناخذها بالبرسنتج ونقول والله 50% من البيشنت الموجودين في الاي سي يو اي هم على سنتر لاين، 30% من البيشنت على كاثيتر، 20% على فنتليتر، وان ذس از يعتبر ابوف ولا بيلو البنش مارك. طبعا نتكلم على الكير باندل. الكير باندل هي عباره عن ايفيدنس بيز ستراكشرد way of improving the process of care and patient outcomes. طبعا لما نتكلم عليه هي 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 يعني it's a small set of evidence based practice، دائما تكون من 3 to 5. ليش؟ لانه انت تبغاهم يكونون well trained عليها، well يعني سهل تطبيقها، that when performed correctly and reliable have been proven to improve the patient outcome. يعني نقول انه هي هذه 3 measures ولا 5 measures على حسب كل type of device لها care bundle مختلفة، فلما تطبق بالطريقة الصحيحة ونتأكد انها مطبقة بمستقية كاملة it will improve the patient outcome. طبعا نتكلم على type of care bundle، عندنا center line insertion، عندنا maintenance، ventilator bundle، urine catheter bundle، surgical bundle and dialysis bundle. You will take it later on مع each module. هنا how to calculate the care bundle، كيف اعرف نسبة compliance للبندل. فنقول patient compliant to all على total number of patient reviewed. طيب الآن لو عندي كير باندل عبيتها مثلا هي 5 element 4 element yes 1 no فمعناتها 0، ف it should be when يعني all yes عشان انت تحسبها انها full or all compliant. فتحسبها مثلا كم عندي انا let's say انه عندي 50 patient compliant to all تمام، وعندي total number of patient reviewed let's say 70، فنقول 50 على 70 كم تطلع النسبة ضرب 100. طبعا الريفرنس اللي اعتمدناها في المحاضرة كلها كانت من الـ MOH Surveillance Manual الإصدار الجديد 2023، فتقدرون تحصلونه على موقع gdipc.sa Surveillance بعدين Guideline تحصلون المانيول. ويعطيكم العافية وأتمنى لكم كل التوفيق.